السلام عليكم. شوف هنعمل بس حاجة بسيطة هنا عشان ما يتكونش تلج على الكويل. هنعمل فرق ما بين دخول وخروج الكمبروسر يكون أكبر شوية، يعني لو كان 3 درجات هنخليه 5 درجات، لو كان درجتين هنخليه 4 درجات. الفرق ده هيخلي إن الكمبروسر يفصل والمروحة تفضل شغالة لو في تلج على الكويل، المروحة تنفضه الأول أو تشيله الأول وبعد كده يطلع الكمبروسر ثاني مرة. فإزاي نعمل الموضوع ده؟ طبعا عندك 2 نوعين من الترموستات، الإيفكو ده اللي هو التاتش والإيفكو اللي قبل ده اللي هو أزرار، اللي عليه أزرار هتلاقيه بعد ده على طول، يعني هعمل ده وده في نفس الفيديو. تمام، هنا تضغط كده 6 هتلاقي كلمة لك، تستنى شوية وبعدين تضغط مدة طويلة عشان يفك معاك اللك. عمل لك ايه؟ اللك. تضغط مدة طويلة تاني مرة عشان تخش على المنيو بي اي، هتضغط 6 وتختار سالب 19، ده ايه زي الباسورد كده. تمام، سالب تضغط 6 وتدور على حاجة اسمها ايه او 1 او ار او، قصدي ار او، هتلاقيها 3، ترفعها الى 5. تمام، ترفعها ل5، تضغط 6 كده، انت عملت الفرق ما بين دخول والخروج. كويس، انا هنا هرجعها تاني لان هي 3 دي ستاندر عندنا، لكن في بعض الحالات نضطر نخليها ايه الار او، نخليها اكثر. طيب عندنا هنا مثلا الترموستات اللي هو عليه ازرار، تضغط 6 مظبوط على 3، طبعا سيبك من دي. هنا بتضغط على الزرارين دول مع بعض مدة طويلة، يجي لك بي اي، تضغط 6 بعدين تختار سالب 19، تضغط 6 بعدين تضغط على الزرارين ثاني مرة مع بعض، يجي لك بي اس بي، بعدين تدور على او 1 اللي هي لا اللي هي او ار او ار او ار او اهي، تضغط 6 هتلاقي مظبوط على 3، تحركها لحد ايه؟ لحد 5. تمام، او اللي انت عايز يعني هتخليها 5، انا هرجع هنا 3 ثاني مره. تمام، بعد تختار الدرجه اللي هتظبط عليها تضغط 6 ولوحده بعد كده بيخرج من السيتنج، او تفصل الثلاجه وتشغلها ثاني مره بيطلع، هي بتتحفظ خلاص. تمام،